البوست بيكون بيندنج مع نازل، لانه لازم ادمنستريتيف هناك بيبلي. اوكي احسب لايف كذا، بس يقول لايف لكن ما في زول شايف، ما في زول شفنا الليس انه نعمل ابروف للبوست. دي سياسه عملناها لانه طبعا احسن يعني. البوست بيندنج بوست اوكي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنور فتح الرحمن أحمد ضفع الله من مجموعة الباحثين السودانيين. إحنا حاولنا نعمل سيمينار قبل شوية مع ولقاء مع دكتور أيمن الشيخ في مكتبه في جامعة تكساس A&M، وهو أستاذ مساعد هناك في قسم الآداب واللغة العربية الآداب الحرة، وحصل خطأ فني وما قدرنا نعمل السيمينار بصورة كويسة، فالآن انتقلنا لبيته يعني كتر خيره مشكورا جابنا البيت على أساس أنه نعمل السيمينار. فدكتور أيمن الشيخ تخصص في اللغة الإنجليزية وكو فاوندر يعني مؤسس مشارك لمؤتمر اسمه تيسول، تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها، لغير الناطقين بها كله ماشي. أوكي المهم فحيعرفنا دكتور أيمن بنفسه، وهيعرفنا بالمؤتمر اللي هو هيحصل في الخرطوم في هوليداي فيلا الاسبوع الجاي في السودان، والناس المعنيين والمهتمين كلهم بيكونوا مدعوين. فدكتور ايمن نتعرف عليك اولا، مرحبا بك في الباحثين السودانيين. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا انور، شكرا لمؤسسه الباحثين السودانيين، مؤسسه الباحثين السودانيين لتاحتهم الفرصه دي على سن الواحد يعني يوري الناس عن النشاطات الحاصلة في البلد في مجال اللغة الإنجليزية. اسمي أيمن الطيب عبد الرحمن الشيخ، مواليد كوستي، وتلقيت مراحل التعليمية في كوستي، والتحقت بجامعة الدرمان الإسلامية، وتخصصت في مجال اللغة الإنجليزية، تربية اللغة الإنجليزية. وعند التخرج عملت مدرس للغة الإنجليزية في أندرمان لعدد من المدارس، وبعدها يعني ذهبت إلى سلطنة عمان حيث عملت مدرس للغة الإنجليزية لمدة عام، وبعد ذلك هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أتيحت لي الفرصة أن أعمل دراسات عليا في نفس المجال. عملت ماجستير في مجال تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في جامعة أمريكية اسمها صدن نيو هامشير يونيفرسيتي في مانشستر بولاية نيو هامشير، وبعدها التحقت بجامعة إنديانا للحصول على درجة الدكتوراه منها أيضا في مجال التربية واللغة الإنجليزية. عندما كنت يعني في إنديانا وخلصت من كل الكورسات وفضل لي بس البحث، رشيت للسودان على سنه عمل البحث هناك، البحث الميداني، وسنحت لي الفرصة أن ألتقي بعدد من الزملاء، هم كانوا يعني بصدد تكوين منظمة لمدرسي اللغة الإنجليزية اللي هي بيسموها تيسول السودان. تيسول اختصار لـ Teachers of English to Speakers of Other Languages، مدرسي اللغة الإنجليزية للناس اللي بتحدثوا لغات غيرها. حقيقة دي وهي منظمة عالمية في أمريكا، وعندهم تقريبا أكثر من 15,000 عضو، وبيعقدوا مؤتمرات سنوية، كل مؤتمر سنوي دائما بيكون في أمريكا أو كندا، نورث أمريكا يعني، ومؤتمر ضخم جدا الحضور فيه لا يقل عن 6500 مشارك. فالفكرة كانت أنه تنشأ منظمة زي دي في السودان وتنضوي تحت المنظمة العالمية دي، فتكاتفت الجهود مع الزملاء والحمد لله أنشأنا هذه المنظمة، وكان أول نشاط لنا في 2010 مؤتمرنا الأول، ومنذ ذلك الوقت يعني الجمعية مواصلة، هي جمعية والمؤتمرات دي واحدة من الأنشطة الرئيسية. يعني عملنا تقريبا 6 مؤتمرات عالمية ودعينا فيها متحدثين يعني عندهم وزن ثقيل جدا، وأيضا
المدرسين والباحثين داخل السودان شاركونا في المؤتمرات هذه. أيضا يعني قمنا بمبادرة وهي إقامة مؤتمرات محلية ودي بتتم في الصيف، لأنه يعني كثير من الزملاء اللي بيكونوا موجودين خارج السودان بيجوا للبلد أثناء الإجازة الصيفية، ولذلك رأينا أنه من الأفضل يكون في مؤتمر على أساس أنه نتيح لهم الفرصة أن يشاركوا. والصيف الماضي كان مؤتمرنا المحلي الثاني. وبالنسبة للمؤتمرات العالمية إن شاء الله حينعقد مؤتمرنا العالمي السابع يومي الجمعة والسبت من هذا الشهر في فندق بالفندق الكبير و الهوليدي فيلا، الهوليدي فيلا جراند هوليدي فيلا في الخرطوم على شارع النيل. وعبركم يعني أدعو كل الناس المهتمين بهذا المجال أن يحضروا المؤتمر. التسجيل حيبدأ الساعة 8 صباحا وهو مجان. وأيضا يجب أن أذكر وأشكر جامعة السودان العالمي برعايته للمؤتمر هذا العام يعني. ولما تجي تنشئ منظمة في السودان يجب أن يكون عندك مقر. وأيضا نشكر جامعة السودان العالمي لتوفير مقر دائم للمنظمة. نعم. طيب دكتور أيمن، أنت يعني درست في السودان، تخرجت من السودان؟ نعم، درست في السودان في جامعة أم درمان الإسلامية. أيوة، اللي هي في حمد النيل، وش هي؟ جامعة شينا دي. حمد النيل وين؟ وش هذيك الأهلية اللي ساجدت في أول حاجة كانت في الفتيحاب، ما سنة في الفتيحاب، التربية كانت في الفتيحاب، درسنا سنة أولى وثانية في الفتيحاب، بعدين تحولنا لأحمد شرفي. ايوه مش يعني من مغابر لمغابر، ما كذي؟ من مغابر لمغابر. لما كنا في مغابر الفتيحاب دي ما كانت في مغابر، كانت في سلخانه بعد السلخانه. طيب انا يعني ليه قلت الكلام؟ قلت لك هذا لانه اساسا احنا جايين من مكتبك في جامعه تكساس اي ان ام، اللي هي واحده من الاي في ليج، يعني من افضل الجامعات الامريكيه، افضل الجامعات في العالم عندها رانك والى اخره. وانت استاذ مساعد فيها. فمن زول من كوستي للجامعة في أم درمان لرحلة، الآن بتدرس لغة ما لغتك لناس أهل اللغة ذاتها. ده نعرف ليه اخترت اللغة الإنجليزية، ليه يعني شنو اللي خلاك مهتم بيه؟ جدا والله. تخلينا احنا بدينا الحوار ده ولكن قبل قطعة السمينار. فأولا طبعا احنا لما درسنا قدام شوية درسنا المرحلة المتوسطة، فكان الإنجليزي يدرس في المرحلة المتوسطة، سنة أولى متوسط تبدأ فيه اللغة الإنجليزية. فكان عندي حب يعني للغة الإنجليزية ومولع بها يعني منذ ذلك الوقت. فرأيت أنه طالما هو ده ميولي وطموحي وشيء مهتم به أنه أتخصص في هذه اللغة. ولذلك عندما ذهبت إلى دخلت جامعة أم درمان الإسلامية فضلت أن أدرس اللغة الإنجليزية. وأنا كنت في المراحل الوسطى والثانوية دائما مدرسي اللغة الإنجليزية فيهم المدرس اللي حببك للمادة وبينفرك منها، صح؟ نعم. فكنت مهتم بالاثنين يعني، بالجانب التدريسي والجانب اللغوي. عشان كده لما تحت لي الفرصة في الجامعة الإسلامية درمان الإسلامية أن أدرس، درست تربية لغة إنجليزية على أساس أنه أجمع بين الاثنين، بين التدريس وبين اللغة الإنجليزية. فدي كانت بداية تجربتي مع اللغة الإنجليزية. بعدين لما سنحت لي الفرصة أنه أمشي أمريكا، فرأيت بأنه يعني دي فرصة عظيمة جدا أنه أثبت وأزيد من مقدراتي ومعرفتي مش باللغة بس ولكن بتدريسها، بحيث أنه أفيد دارسي اللغة الإنجليزية في السودان بصورة خاصة وفي العالم يعني بصورة عامة. فدي من هنا جاءت الاهتمامات بتدريس اللغة الإنجليزية. كان ذكرت لي حاجة عن البوست كولونيال وورد.
البوست كولونيال. قبل البوست كولونيال نعم. خلينا نرجع لل... تمام. للناطقين بغيرها أيوة. ولغير الناطقين بها نعم. اللي هي وهي يعني ما في علاقة بينه وبين البوست كولونيال ثيري يعني والنظرية ما بعد الكولونيالية ما بعد الاستعمار أيوة ما بعد الاستعمار يعني لما نقول للناطقين لغير الناطقين بها كده بيكون في زي تهميش للشخص انت غير ناطق بها في نيجاتيف كونوتيشن كده زي ما الترجمه ايوه نيجاتيف كونوتيشن يعني بيكون في جانب كده سالب سلبي ايوه جانب سالب ايوه او دلاله كانه ثبتت أيوة. اللغه الانجليزيه انها هي الاصل واي زول ما بيتكلمه هو كده. هو مارجينالايز يعني هو في الهامش بالضبط كده نعم انت كويس تدرس معانا لغه انجليزيه انا كنت جدا باللغه نعم طيب ايوه فهذه هي في تبقى اللغه هي دلاله سالبه نعم. كده ايوه بالضبط كده نعم. لكن لما نقول للناطقين بغيرها نعم. كده بيكون في دلاله موجبه انه نعم. انا ناطق بلغات غير الانجليزيه فبجيها من منطق او مصدر بتاع قوه بتاع نديه ما بتاع ضعف ايوه بالضبط كده انه في اللغه الانجليزيه وفي العربيه وفي غيره كده ودي برضه بترجع لاهتمامي النقدي اللي هو في نظريات كثيره لكن من ضمنها ما بعد الاستعماريه اللي هي بتنقد الغرب وبتنقد السلطه الغربية فنحن لما نخط اللغة الإنجليزية أنها لغة أولى ولغة عالية وسامية وأن اللغات الثانية كلها دون دي هنا الحتة بتاعت الكولونيالية وما بعد الاستعمارية بتجي أنه مفروض اللغة الإنجليزية تعامل معاملة اللغات الأخرى يعني ما يكون عندها تفضيل على اللغات الأخرى وفي بعض الناس يعني بيسهو بعيد إلى أنه يقول لك اللغة الإنجليزية مثلا ساهمت في قتل اللغات الاخرى يعني هل عملوا لها بروموشن بالضبط كده بروموشن وخلوها تكون مرتبطه بالتكنولوجي بالمعرفه وهكذا لكن دي كلها يعني عامله زي الفكره بتاعت الدولار اللي هو ما عنده ما يناظره من الذهب بالضبط كده بالضبط مش كده صحيح فمنظور غربي بحت كده انا عندي اهتمامات بتدريس اللغه الانجليزيه كلغة عالمية أو كلغة أنا زي ما بسميها عالم محلية أوكي. يعني إحنا نستخدمها لأغراض محلية وفي نفس الوقت لأغراض عالمية ولو لاحظت هنا أنا ما قلت لأغراض إنجليزية مثلا أو أمريكية لأنه دي الدول اللي بتكلم اللغة الإنجليزية كلغة أولى فدي حاجة الحاجة الثانية بس ممكن أنا وإنت نتقابل نتكلم باللغة الإنجليزية يعني ما بالضرورة أتعلم اللغة الإنجليزية عشان أتكلم مع شخص يتكلم اللغة الإنجليزية كلغة أولى مثلا واحتمالات أنه الناس في السودان تلاقي خواجة وتتكلم معه من أمريكا أو من إنجلترا أو أي دولة تتحدث اللغة الإنجليزية كلغة أولى ضعيفة جدا لكن ممكن نلاقي شخص تاني من دولة تانية ونتكلم معه اللغة الإنجليزية وده اللي بيحصل هسه بالضبط يعني مثلا هنا في خطر ما بيتكلم مع الهنود ولا بيتكلم مع الياباني مثلا ولا الكوري صحيح باللغة الإنجليزية صحيح. دي لغة بتكون مشتركة بين كل الاثنين صحيح فواحدة من اهتماماتي البحثية انه ليه ندرس اللغة الإنجليزية زي ما بدرسوها لأهلها في أمريكا أو ليه نقرأ شكسبير مثلا ليه نقرا شكسبير؟ ليه نركز على انه دي نطقه صحيح دي نطقه؟ ليه نركز على انه لا دي القواعد مفروض تكون كدا. نفس الصوره تكون سليمه. احنا نركز على الميننج المعنى والتواصل اذا احنا متواصلين وما في مشكله في الفهم يعني دي الحاجه المهمه. هي بيقولوا اتفاق بين طرفين دي اهل اللغه كده على معنى بعد ما تقول ولا وسيله التواصل بين اثنين. شايف دكتور إلهام عز الدين هندية جاد داخل في هنا في المتابعة إلهام زيك طيب دكتور إلهام احنا يا اخوانا الدكتور ايمن انا وصلت له كيف وصلت له لانه عندنا مبادرة فرعية من مجموعة الباحثين السودانيين اسمها مجموعة دعم أساتذة اللغة الإنجليزية والله لما عملنا المجموعة دي ما كان عندنا فكرة انه في مؤتمر اسمه تيسول
وما عارفين اللي هو تيسول ديتا، قلت لي اللي هو يعني تدريس اللغه الانجليزيه وتعمل اساتذه وكذا، مش كذا؟ بالضبط كذا صح، نفس الاهداف يعني. احنا ما كنا عارفين انه في حاجه زي دي اوريدي اكزيستنج يعني. فدكتوره الهام هي المشرفه بتاعت المجموعه دي، وهي زوره برضه متخصصه مش كيف تدريس اللغه. الهام شاركت في مؤتمراتنا، ايوه قبل كده اكثر من مؤتمر، شاركت في السودان وشاركت باوراق يعني علميه، قدمت اوراق وهكذا يعني. وايضا نشطه جدا في مجال المؤتمرات، وشاركت باوراق في مؤتمرات اخرى. نعم. فنحن لما لا يعني تضافر الجهود طبعا. طالما هذه واحده من اهدافكم طبعا نحن نضافر جهودنا مع بعض. انا طبعا بدي ارجع لك ثاني، لانك انت تخرجت من هناك من الجامعه الاسلاميه، وهسه حاليا بتدرس في جامعه امريكيه، بتدرس انت درست في جامعه ام درمان الاسلاميه وبتدرس حاليا في جامعه امريكيه. انا دار اعرف المشكله وين يعني، ليه احنا عندنا مشكله كبيره جدا حاليا. انت تخرجت 2099 97؟ انا تخرجت وتخلاني مستوى دار اعرف يعني الهلال 96 آه. تمام. طيب تخرجت 96 يعني لحد، يقول الناس تخرج لحد سنه 2000 لما 2000 تخرج لحد 2000 2001 دي القروه المتوسطه. انا احنا ما قرينا متوسطه، قريت متوسطه، انا امتحنت 96 وقريت متوسطه. طيب الناس ديل قرينا متوسطه، انا كمان قريت كمبوني الابتدائي بتاعي يعني مدرسه خاصه والانجليزي والى اخره. لكن في مشكله عامه في الانجليزي يعني، هل انت ده كان عندك اهتمام باللغه مميز ويعني اكتسابك للغه احسن اللغه الانجليزيه، ولا الجامعه اللي قريت فيها المنهج اللي قريته، ولا الاساتذه اللي قروك؟ يعني دار اعرف وين السي خارطه الطريق بالنسبه للطلاب اللي بيقولوا انجليزي ودار يمتحنوا ايلتس وتويفل والى اخره. صح. شنو هل بتقول انك انت زول كويس والله بتحب اللغه وساهمت ونجحت وبدك تدرس اهل اللغه ذاتها، ولا لا انه والله يا اخي انا متوسط من زي باقي الناس وبتاع وناي، والله بس الناس الثانيه ما مستعدين يعني. انت راح الكلام ده ليه؟ لانه جاب لنا على سؤال ثاني، هل مخرجات التعليم في السودان التعليم العالي هسه حاليا كويسه ولا ما كويسه؟ ما هو اللي نلقى الناس شغالين هنا ده في قطر وفي السعوديه وفي الامارات وبتاع، وبينافسوا ناس قاعدين في افضل الجامعات جايين من اوروبا وامريكا. فهل الناس دي هم الكويسين ولا الجامعات بتاعتهم جابتهم كويسين؟ انا طبعا بالنسبه لي بقول انه الناس كويسين. صح، ده سؤال كبير جدا وسؤال علمي يعني. ممكن الناس تجري حوله دراسات كثيره جدا على اساس انه تصل، هو ده الشيء الحاصل الان في السودان خاصه تدريس اللغة الإنجليزية. والناس بتحاول تفهم الحاصل إيه، ليه المستويات متدنية. خلينا من مستويات التعليم بصورة عامة نتكلم في مجال اللغة الإنجليزية تخصصا، ليه مجال اللغة الإنجليزية المستويات فيه متدنية. فواحد من أهدافنا في المؤتمرات اللي بنعملها دي أنه نناقش الأمور دي ونضع عليها نجد لها حلول. كويس. ارجع لسؤالك، انه انا يعني اجتهدت بصوره فرديه، لكن برضو ما ينقص من حق الناس اللي درسوني استفدت منهم. كويس. فالوضع الحاصل الان في السودان انه في تردي في مناهج اللغه الانجليزيه، في ضعف في تدريب المعلمين معلمي اللغة الإنجليزية، في ضعف في الموارد نفسها المستخدمة لتدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية. نعم. فعلاج المسألة هذه أنه يحتاج لعلاج ضخم جدا ويحتاج لوقت متكامل. صح. لكن نصيحتي للناس الدارسية اللغة الإنجليزية أن يجتهدوا بصورة فردية، خاصة الآن يعني عندنا وسائل التواصل الاجتماعي الإنترنت وهكذا، سهلت كثير من مهمة الناس في أنها تلقى المعلومة والدعم المطلوب في مجال اللغة الإنجليزية. فمزيج من الاجتهاد الخاص إضافة للدايركشن اللي بيلقاه الواحد في المدرسة، ده بيساعد في أن الإنسان يحسن من مستواه إذا كان في اللغة الإنجليزية أو في أي مجال آخر. فده الفرق بين الشخص اللي بيجتهد وبيسعى
أنه يطور نفسه، وبين الشخص اللي ما أتحت له الموارد دي والفرص دي أنه يطور نفسه. هو يكون عايز يطور نفسه لكن لأسباب كثيرة جدا ما يلقى الفرصة يعني. تمام، فما عارف ده إجابة على سؤالك أم لا. والله طبعا الموضوع بتاع اللغة الإنجليزية دي قدر ما يعني قدر ما تتكلم مع أولياء الأمور، تتكلم مع الطلاب نفسهم، بتلقى فيه رهاب، الناس بقت خايفة إنه تتعلم لغة إنجليزية وشايل همها وإلى آخره، يعني بيجي زي عقدة بالنسبة لناس كتار جدا جدا. صحيح. وهي اللغة طبعا يعني لغة زي يقولوا لغة بتاعت كل، يعني بتجذب الناس ليها. صحيح. لأنه سوق العمل والدراسة العليا وكل التفاصيل دي اللغة الإنجليزية مهمة فيها يعني. صحيح. طيب في سؤال، هل أنا ده لازم أكون بتكلم اللغة زي ما أهلها بتكلموها تفيدين يعني في بروفايل محدد؟ يعني ناس هيتهم ده جاي من باكجراوند سوداني لكن بتدرس في جامعة أمريكية، بتدرس طلاب أمريكان وغير أمريكان. صحيح. فهل متوقع منك إنك تتكلم والله بلهجة محددة ولا طريقة محددة على أساس إنه أنت مؤهل لتدريس اللغة الإنجليزية مثلا؟ صحيح، هذا سؤال مهم ودائما في صميم اهتماماتي البحثية، أنه المؤهلات شنو بتاعت معلم اللغة الإنجليزية. طبعا المؤهل اللغوي ده واحد من عوامل كثيرة جدا جدا. أول شيء التدريس هو مهنة. صحيح. وأي مهنة عندها معرفة. والمعرفة في اللغة الإنجليزية ما قاصرة على اللغة فقط، إتقان اللغة فقط. ولكن هناك وسائل التدريس، هناك التعامل مع كيفية التعامل مع الطلاب وهكذا، يعني معايير كثيرة جدا بتجمع بعض على سنة تساهم في إعداد المعلم بالصورة السليمة. لكن إتقان اللغة والمهارة اللغوية واحدة من الأشياء دي، ما بالضرورة أنه الإنسان يتقن اللغة ويجيدها زي ما بيتكلموا أهلها. أوكي. وزي ما قلت لك يعني احتمالات أنه الإنسان يتكلم مع خواجة قليلة جدا، تتكلم منك تتكلم مع زول غير فاهم، واحد أفريقي هندي وهكذا يعني. نعم. فدي حاجة. الحاجة الثانية الشيء المفروض يكون مهم في المسألة زي ما قلت لك قبل، التواصل. هل نحن قادرين نتواصل أم لا؟ هل أنا قادر أوصل معلومتي لك باللغة اللي بنتكلمها أم لا؟ فإذا كانت الحاجة الإجابة بنعم، إذن هذا هو المهم. لكن طبعاً الناس المخدمين خاصة في مناطقنا هنا في المنطقة دي عندهم تحيز بايس للشخص اللي بيتحدث اللغة كلغة أم، مش كمان البشرة زيه وزيك. أيوة. ممكن يكون جاي من أمريكا أسود. أيوة. 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 لكن بيفضلوا الرجل الشخص الأبيض. الشخص الأبيض بالضبط كده، لأنه كل شيء أبيض بالنسبة لهم جميل. دي يعني مسألة بتاعت يعني ممكن تكون مسألة بتاعت يعني إحساس بالدونية تجاه، يعني ممكن تتفسر كده، ممكن تتفسر بإنه والله أنا ما 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 بأثق، ما في ثقة إلا في شكل محدد ولغة محددة وجنسية محددة إلى آخره، مش كده؟ صحيح، هذا هو الإحساس بالدنيا، ودي النظرة الاستعلائية الاستعمارية اللي هو الناس الناقدين للنظرة دي بيحاولوا يعني تريز الأويرنس بتاع الناس حولها، يعني أنه ما بالضرورة يعني يقاس مستواي العلمي ومستوى الفكر بتاعي بالناشوناليتي بتاعتي، يعني أنا جاي من وين مثلا، يا لغة بتكلمها وهكذا يعني. فزي ما أنت ذكرت قبل أنه في ناس من خلفيات أخرى يعني سودانيين وغيرهم لكن ناجحين ويعملوا في مناطق يعني حيوية ومهمة جدا. نعم. بغض النظر عن خلفيتهم الإثنية أو القومية أو اللغوية. طيب دي المركزية بتاعت الإنجليز والخواجات ولا بتاع، إحنا عندنا في جامعة خرطوم مثلا ولا في جامعة الدول الإسلامية، هل بتوقع إنه يجيك مثلا بروفيسور كوري ولا ياباني يدرسك لغة عربية؟ هل دي ممكن تكون حاجة مقبولة؟ والله هذه يعني
أيضا تخضع للمعايير اللي قلناها. إذا كان البروفيسور هذا يعني أولا يجيد اللغة وثانيا يجيد المهارات التدريس، يجب أن تكون مقبولة، لكن ما يكون عندنا نحن مفاهيم بايس برضه. مسبقة. نعم، هو يكون ده عندنا مفاهيم دي مسبقة. انا يعني حبيت انه اساعد في موضوع التوعيه صح دي، صح بدعت انه احنا والله طوال ممكن نتكلم على على الناس السوبيريور، الناس الحاليين الدعمهم الثقافه والاعلام والاقتصاد والسياسه ونهاجمهم وكده، لكن ممكن نكون احنا برضه ما منتبهين. يعني انا كان عندي زميلتي اشتغلت فتره في التلفزيون الكوري، زميلتي بروفيسور كواك لي سون، كانت هي اللي بتدرس اللغه العربيه في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في سيول، وبتتكلم لغة عربية. طبعا يعني احنا بالنسبة لنا جايين وشوية عندنا عدم حساسية، بنضحك في انه بالله لا بتتكلم عربي مكسر صح. ولا بعض مرات بتسوي، لكن هي زولة كبروفيسور صحيح. يعني زولة بتدرس طلابها لغة عربية، تمام، تحاول تتكلم معاك بقدر ما بتقدر. فكان قدر ما تيجي تستعير لها مفردة في الترجمة ولا كده، الزول فينا بيفتكر نفسه والله يا اخي انا خطير انا قوي. صحيح. لحد ما جينا تواجهنا بانه والله اخي الناس التانيين ممكن يكون يعني انت بتكون ده تدرس لغه كوريه، المشكله شنو؟ وتدرسها للكوريين نفسهم. بالضبط كده، مش كده؟ انت داير فرصه، ليه ما بتديها لغيرك؟ والى اخره. نعم، ايوه، فده بيطرح السؤال بتاع المعايير، معايير اللي بتخلي الاستاذ يكون مؤهل شنو؟ هل هي خلفيتك اللغويه ولا الاثنين معا؟ خلفيتك اللغويه اضافه الى تأهيلك كمعلم، يعني وسائل التدريس وطريقة التدريس وهكذا. يعني عندي زميلتي في جامعة تكساس هنا، هي أمريكية لكن تجيد اللغة العربية، وكانت تدرس لغة عربية لكن الآن تدرس اللغة العربية، وهي بتستخدم خلفيتها دي لفهم يعني كيفية تعلم اللغة الإنجليزية بالنسبة للطلاب يأتون من خلفيات عربية. فهذه كلها أشياء يعني أظن دكتور إلهام مش عندها بحث زي ده اللي هو اللانجوج أكوزيشن ولا حاجة زي دي، في حاجة زي دي أنا ما عندي فكرة، لكن بتذكر قريت لي عنوان زي ده في واحدة من المجموعات. أعتقد إلهام أيوه تبحث في التحفيز. طيب المؤتمر بتاع التحفيز مش كده والسلوك وكده. طيب هل المطور بتاعكم ده عنده شعار واحد مستمر فيه عبر السنوات ولا كل سنه عنده شعار مختلف؟ يعني ناس انتم ماشيين لشنو الاسبوع الجاي؟ صحيح، ده سؤال مهم. طبعا كل مؤتمر بيكون عنده شعار محدد او ثيم، وبيتغير كل سنه. السنه دي مؤتمرنا تحت شعار او تحت عنوان برامج التأسيس اللي هي بسموها الفاونديشن بروجرامز، ترانزيشنينج فروم يونيفرسيتي فروم سكولز تو يونيفرسيتي، يعني كيف الطلاب يمكن ان ينتقلوا من المدارس للجامعات. فالبرامج التأسيسيه هذه ايوه يعني هدفها ان تعد الطلاب لغويا للدراسه في الجامعه. يعني معظم الجامعات عندها برنامج بيكون سنه او سنتين، الطلاب اللي ما يعني بيحصلوا الدرجه المطلوبه في اللغه لازم يمروا عبر البرنامج ده التأسيسي. بالضبط كده، لرفع كفاءتهم اللغويه. ده زي الزول المتخرج مثلا بمقبول ودار يعمل ماجستير، فبقوم بيدخلوه تقويه كده، اي بتاخد الجزء كده بتاع دبلوم ولا حاجه. صحيح. مش كده؟ صحيح. جميل. فهو بالضبط كده، في بعض الاماكن اسمه جسر، يعني عندنا هنا في المدينه التعليميه اسمه الجسر الاكاديمي. نعم. فبتعبر عن طريقه للجامعه. نعم. فمؤتمرنا عن الموضوع ده، انه هل البرامج دي فعاله وهل هي فعلا بتجهز الطلاب للدراسه في الجامعه اللي هي والجامعه الدراسه فيها بوسيط لغه انجليزيه يسموه ميديوم انجلش ميديوم انستراكشن اوكي اي ام اي. ف هذا هو موضوع المؤتمر، وحتقدم اوراق من يعني اماكن مختلفه، من هنا من الخليج من امريكا وهكذا، يعني حول الموضوع ده. وهدفنا انه نعكس تجارب البرامج التاسيسيه حول العالم
على أساس إنه تستفيد منها الجامعات في السودان إذا هم أقبلوا على إنشاء برامج تأسيسية. لحد إذا كان في السودان في موجودة، في موجودة لكن قليلة جدا. وين مثلا؟ مثلا جامعة السودان العالمية بدأت إنشاء برامج تأسيسية. والله كأنه في الأحفاد فيه، مش كذا؟ الأحفاد في برنامج لكن ما أظن نقدر نطلق عليه وأنه برنامج تأسيسي، لكن هو تحضيري. تحضيري بالضبط. أيوة. سنة التحضير بري سيشنال بالضبط. نعم نعم. وعندنا ورقة حتقدم من الأحفاد، دكتورة آمنة بدري. نعم. حتقدم ورقة من الأحفاد حول الموضوع ده. جميل. أيوة. ففي يعني البرامج التأسيسية عندها أشكال مختلفة. نعم. في الأحفاد شكل من أشكاله، أنه بيسموه بري سيشنال، يعني أنت قبل ما تأخذ الميجر كورسز بتاعتك تقوم تاخد 1 year of language أساس انك تجهز انك تقدر تكتسب المعرفه، ودي لغه التدريس هتكون في الوقت ده بالضبط كده، الوسيط هيكون بتاع التعليم. طيب جميل جدا. السنوات اللي فاتت كان شنو الموضوعات اللي اتناقشت لو مذكريه حاليا؟ والله موضوعات متعدده، يعني في سنه ناقشنا المواضيع اللي بتهم المدرسين والطلبه داخل الكلاس روم، اللي هو الانستراكشن داخل الكلاس روم بالضبط كده، انسايد سميناه انسايد ذا كلاس روم. في سنه اخرى تحدثنا عن التشالنجز وهاو تو اوفركم، يعني التحديات وكيف يمكن ان نتجاوزها في تدريس اللغه الانجليزيه. فكل سنه موضوع مختلف. ايوه، ودائما لما يكون هناك موضوع محدد بنحاول ندعو اشخاص لهم باع في الموضوع، في موضوع المؤتمر، ونحاول الاوراق اللي تجينا اللي بنستقطبها تكون حايمه حول الموضوع على اساس انه الناس تستفيد منه استفاده قصوى. طيب الاوراق والبرزنتيشنز اللي اتعملت قبل كده موجوده في الموقع بتاعكم اللي هو tsolsudan.net ولا؟ موجوده الاوراق، موجوده في بعضها، ما كلها موجود، في بعض الاوراق اللي تقدمت في المؤتمرات السابقه. نعم. موجوده في نعم على الموقع. طيب كل الاساتذه بتوع اللغه الانجليزيه في السودان والمهتمين كلهم ممكن يجوا يخشوا المؤتمر ده؟ ايوه مفتوح يعني للجميع، ممكن يجوا ويشاركوا. ونحن دائما واحده من تحدياتنا الاعلام وكيف نقدر نصل لاكبر عدد ممكن. وده سوى الاساس خلينا نعمل السيمينار ده، احنا مصرين يعني على اساس انه الناس تعرف انه في حاجه زي دي. صحيح صحيح، لانه نوصل المعلومه. والحاجه الثانيه للتطوير المهني في السودان بصوره عامه، انا عبركم احب اناشد وانصح المعلمين خاصه معلمي اللغه الانجليزيه ان يكونوا نشطين يعني، وابحثوا عن المعلومه. الواحد ما ينتظر انه تجيء ايوه انه تجيء، انت ابحث عنها في مواقع التواصل، في مواقع المنظمات اللي تعمل مؤتمرات زي وهكذا، يعني الانسان يكون نشيط في مجال تطويره المهني. وفي بعض المعلمين في السودان لا لون يعني الوضع عليه هو اساسا. بقدر اقول لك ده، اقول لك انه يعني أيوة. يعني قال الزول قالت انه واقف برجلينه في طوه حاره كده، والناس من الامام بيقول له يستووا يعني ايوه بتعرف يستووا دي للاستواء للصلاه ولا استواء لانه المفروض ينجض يعني بالضبط كده. يعني في فيديو هسه طالع قبل يومين ولا ثلاثه من جزيره الصادية عن البروفيسور بتاع العلوم السياسيه في جامعه يعني الدرمان الاسلاميه ذاتها يعني. ايوه اي في انه بيسوق الامجاد بعد ما ينتهي من الـ ده بوري له الاوضاع يعني ما صحيح. ما اوكي لا ما اوكي ما اوكي، لكن الواحد يجتهد قدر المستطاع. اي لا ما في كلام. ايوه واسيتو زي المبادره بتاعتكم دي يعني ممكن تساعد ممكن احنا بالتعاون مع الجروب اللي هو بيديره دكتوره الهام ذاتها نحاول نعمل لنا سيشنز بتاعت انستراكشن للاساتذه وكده وبتاع، يكون يعني تدريب مستمر تعملوا فيه سيشنز وحاجه زي دي مش كده؟ لانه يومين المؤتمر دي ما اظن يعني فوزو جاك من مدني ولا كوستي ما كافي، اي بيقعد يومين معاك وبيمشي يعني. صحيح، نحن عندنا تحديات كثيره جدا، يعني واحده من التحديات اللي بتواجهنا فكره التطوع. نعم. يعني صعب جدا انه الانسان يجد أشخاص يعني يمكن أن يوفروا الوقت بتاعه والجهد بتاعه
تطوع في 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 المجال ده أو في أي مجالات أخرى، لكن واحدة من التحديات اللي بنعاني منها الموارد البشرية، يعني محدودة جدا. فبرضو عبركم نناشد يعني كل الناس اللي عندهم اهتمامات أنه يعني يتواصلوا معنا، إذا كان عن طريق موقعنا أو إذا كان عن طريق المؤتمر، ومحتاجين ليد العون. لأنه زي ما بقول جدر واحنا ما بتصفق. فكل ما تكاتفت الجهود وانتو كتر خيركم، ناس بتجي من بر السودان بتكتب تذاكر على حسابكم مش كده؟ كده صحيح، وبتمشي هناك، ولو في اي اكسبنسز ولا حاجة بتدفعوا من جيوبكم. بتطيع من جيوبنا صحيح. ايوه نعم صحيح. وحتى الناس اللي في السودان زادهم يعني بيكونوا مدروشين درشة جديدة بالضبط كده. ايوه المؤتمرات دي دائما الجمعة والسبت، فهم بيستقطعوا من زمنهم انه على اساس يجوا يحضروا مرات. المؤتمر ده مجان لانه برعاية جامعة السودان العالمية، لكن مؤتمراتنا السابقة كان فيها رسوم رمزية يعني. فبرضو الناس كانت بتجي وبتدفع الرسوم، وفي شبق كبير جدا يعني المدرسين اللي بيجوا يحضروا مؤتمراتنا، حتى الناس اللي بيجونا من برا بيثنوا عليهم. انا زميلي اللي هو هاردي كوبر. ايوه هو امريكي من اصل افريقي صحيح، شارك معانا ثلاث مرات. اول مره انا كده يعني لقاني، قال لي انا مشيت السودان بنفسي، مشيت ثلاث مرات. فقلت له مشيت اعمل شنو؟ قال لي مشيت للمؤتمر بتاع اللغه الانجليزيه صحيح. فقلت له اخي ده المؤتمر ده ما سمعت به، يا هو يا دوب اول مره اسمع به. فيعني انتوا بتستقطبوا ناس كفاءات هنا من كل حته، من كل الجنسيات مش كده؟ كده صح، هو مؤتمر عالمي لانه مفتوح لكل العالم. نعم. وعن طريق الموقع بتاعنا عندنا نظام يعني تقديم المقترحات البحثيه للمؤتمر. بعد ذلك في بتجينا في الموقع بناخذها من عندكم لجنه علميه بنحكمها. بالضبط كده، ممتاز ممتاز. لجنه بتاع التحكيم. ايوه بتحكمه، وعلى ضوء التحكيم بنرسل القبول للناس اللي اوراقه بتكون جيده، وبعدين بتتنشر في مجله ولا حاجه ولا بس قبل المؤتمر ده وانتهينا؟ لا احنا يعني عندنا قبل كده اتنشرت يعني بروسيدنجز اتنشرت في سنه 2012، لكن بعد ذاك بنحاول يعني ما بنلقى في برضو واحد من التحديات انه اللي هي بنقول للناس اكتبوا المقالات على اساس انه شركاء بروسيدنجز، فما بنلقى اثنين ثلاثه مقالات، فدي ما كافيه انه تنشرها كبروسيدنجز. أيوة. طيب ممكن انتوا قاعد تسجلوا المحاضرات والبرزنتيشنز اللي بتحصل هناك بالفيديو كده؟ لا بتسجل في توثيق. أيوة. يعني اسك عندكم ريكورد لكل الحاجات اللي حصلت قبل ما كده؟ كلها، لكن بعض منها عندنا له ريكورد، والمؤتمر ده برضو حيكون موثق كويس. ويعني زي ما قلت لك عندنا تحديات كثيره جدا، من ضمنها الموقع بتاعنا. اوكي. احنا محتاجين لدعم. بالضبط كده. منظمه طوعيه وغير ربحيه. نعم. ما عندنا قروش. نعم. وحتى الموقع بتاعنا دعم من الاعضاء يعني. أيوة. نعم. اعضاء المكتب التنفيذي. نعم. وما عندنا شخص يرعى علينا موقعنا. نعم. يعني الاشياء اللي لما نوثق جلساتنا واوراقنا العلميه ما بنلقى شخص يرفع علينا على الموقع. نعم. فدي الاشياء المحتاجين فيها شنو؟ لمساعده وتضافر الجهود. الحاجه الثانيه برضو عبركم اناشد المدرسين والمهتمين بمجال اللغه الانجليزيه، اذا كان تدريسا او بحثا، أن يعني يقدموا أوراق في المؤتمر، لأنه دائما المشاركة المحلية ضعيفة. يعني تلقى مثلا 30 ورقة خمسة منهم فقط من محلية. أيوة. فدي برضو حاجة، دي ما واحدة من الحاجات اللي بنحاول نساعد فيها احنا في المتابعين السودانيين، انه الناس تكتب وتنشر. صح. لانه الكتابه والنشر يعني احنا ضعيفين فيهم يعني في السودان. المنتوج العلمي لكل البلد يعني كل صحيح. الجامعات ومراكز البحث والبتاع حاجه ضعيفه لا تذكر. صحيح. لا تذكر. صحيح. نعم. صحيح. نعم. الحاجه الثالثه تعني في حاجه الثاني ماشي اشكي يعني. ده الناس بيسمعوك الناس بيسمعوك وانت زول يعني جاي من برا عشان تخدمهم. صحيح. فالناس ما تبقى زي الناس اللي هناك في السودان يقول لك جدار يساعدوك دفن ابوك بس المحافير. صحيح. فانت ورينا الدائر كم محفار عشان الناس يجيبوا كل زول يجيب يساعد. ايوه دي الاشياء الاساسيه يعني احنا في المواد
الموارد البشريه، محتاجين لناس دارين متطوعين، متطوعين ودارين ناس بتوعنا تزمين معنا. ايوه الجانب التقني عشان يساعدوا الجانب التقني بالضبط كده صح. نعم ودارين تحسوا الناس من جوا انهم يكتبوا اوراق علميه على عشان يشاركوا بها في المؤتمر بالضبط كده، فرصه لهم بتاع اكسبوجر يظهروا للناس ويتعرفوا على شبكات جديده كده صحيح. وانه يكون في مبادره يعني تعريف المنظمه المهنيه انها منظمه بيعملوها المهنيين لخدمه اغراضهم هم. نعم فلازم يكون في مبادره من الناس، ما هي ما ملك او حكر لشخص واحد او نفرين. فالكل مرحب به وبنتمنى انه تجينا مبادرات لتحسين النشاطات الموجوده، مبادرات لنشاطات زياده، وانه كيف ممكن تتفعل، مبادرات بتاعت انه كيف ممكن الناس تكون اكثر تشاركيه وهكذا يعني. نعم فهذه الاشياء اللي احنا محتاجين لها في الوقت الراهن. تمام. احنا كان عملنا برضو مجموعه بتاعت اسمها English for Scholarships. المجموعه دي المفروض انه زول الدار يمتحن امتحان بتاع جي ار اي ولا تويفل ولا اسمودي ولا ايلتس ولا كده. هاي بيكون بيجي داخل جوا وبيقول يا اخوان انا امتحاني في اليوم الفلاني، وروني الماتيريالز وين امتحن، وين الامتحان بكم، الى اخره الى اخره. وعندنا زميلتنا المهندسه ساره سيد احمد اللي هي احرزت الدرجه التاسعه، تسعه قفلت المجموع في الايلتس، وقالت عملت محاضرات زي 6 أو 7 محاضرات، ورت الناس كيف انه يعني يجاوبوا على الاسئله وبتاع، يعني بحكم الخبره بتاعته وكده. المجموعه دي فيها زي 20,000 نفر هسه حاليا، يعني ضخم جدا، اجد ضخم جدا، الناس دار عارفه. فكان عملنا استطلاع قبل فتره انه يا اخواننا في كم نفر دخلوا مجموعه الباحثين السودانيين عشان يقروا انجليزي ويتعلموا ويمتحنوا الامتحان ده. ايوه. وفي كم نفر بسبب انهم في المجموعه دي قاموا استفادوا وامتحنوا ونجحوا. فالنتيجه كانت ضعيفه جدا جدا. فورانا برضو انه بعض مرات بيكون في حاله عامه كده بتاعت احباط ولا حاله عامه بتاعت هناك، لكن ما بتوريك الحقيقه فعلا. يعني في عدد الناس الموجودين داخل المجموعه ما بيوري انه ديل الناس اللي فعلا مهتمين بالحاجه دي وحيعملوها فعلا. صحيح. يعني العمل النهائي ده. صحيح. فهل المجموعه دي ممكن تساعد فيها في حاجه، ولا انتوا موضوعكم بتاع ريسيرش بتاع بحث؟ يعني ما موضوعكم بتاع انه انا اوصلك الامتحان واجيب درجه عاليه؟ والله ده ممكن اذا في مبادره زي دي وفي ناس بيقدروا يجوا يطرحوها، ممكن الناس توفر لهم منصه ينطلقوا منها. لكن زي ما قلت لك عندنا نحن محدودية في عدد الناس اللي شغالين، يتعدوا بأصابع اليد يعني. نعم. فلكن definitely لو في شخص عايز يعني يكون in charge of الحاجة دي أيوة. والمسؤول منها، نحن بيكون سعيدين جدا أنه نشتغل معهم ونوفر لهم المنصة دي. هي المنظمة ما قاصرة بس على المجالات البحثية، لا عندها يعني أهداف كثيرة جدا متعددة، فده واحد منها يعني. ممتاز ممتاز جدا جدا. طيب يا دكتور أيمن والله سعيدين جدا جدا باللقاء. الله يخليك، وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق يعني في المؤتمر بتاعكم، وإحنا إن شاء الله حنحاول نساعد بقدر الإمكان في الإعلام للمؤتمر، إنه كل يوم ممكن نذكر الناس بإنه المؤتمر ده كده والناس يسجلوا بتاع. وارجو شيلوا شيلتكم يعني. المجموعه ما شاء الله فيها فوق ال 300,000 نفر. جدا مرحبين والله. فعايز كلهم يقوموا يجوا يهجموا لكم هناك، يكملوا فطوركم بدري بدري وبتاع. لا جدا مرحبين ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا صراحه على المجهود بتاعكم العظيم يعني. شكرا شكرا. جد حاجه والله مقدره لكم. شكرا لكم كثير. اشكركم واشكركم برضو على جهودكم المقدره وعلى اتاحتكم لنا الفرصه. على اساس انه عبركم نوري الناس نشاطاتنا وأهدافنا والأشياء اللي بنعمل فيها، ونتمنى أنه كثير من الأعضاء هنا يشرفونا في المؤتمر، وكمان يعني يشرفونا بأنه يجوا يتطوعوا معنا ويمدوا يد العون إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب ده الموقع هنا tisolsudan.net، فيه هناك فورم بتاع تسجيل ولا التسجيل كيف؟ الزول كيف يسجل؟
بالنسبة للمؤتمر يعني اذا راح احضر مثلا الجمعة الجاية لا التسجيل في الموقع اون سايت يعني الا اجي انا هناك خلاص اوكي يعني الناس بس اللي هو يوم الجمعة والسبت الناس الاي تي يتعلمكم يساعدونا في مسائل لا طوالي ما في مشكلة فورمز التسجيل ولا شيء اي دي ممكن نعملها سي ولا بتحتاج ما في مشكلة خلاص ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق واللقاء ده يعني صراحة كده يعني كان لقاء سبونتينيوس يعني كان تلقائي جدا جدا انا قلت لدكتور ايمن طالما انتم محتاجين لمساعده في الاعلام والبتاع نحن جاهزين نصل يعني في الحته اللي انتم فيها يعني فشكرا والله من وراء القصه شرفنا نوفر يا شكرا كثير السلام عليكم وعليكم السلام